صراحة بأنصحكم على كم سكين كير أنا مستخدمته من قبل وايد متكلمة عنه step by step، بس لأن الحين مسوين خصم قلت تلحقون أن تشترون كل شيء مع بعض one delivery ويستاهل وايد. أول شيء السكين كير الفظيع، أنا ما كنت أدري أصلاً كان بوتيكات، أول ما دريت كلمتكم عنه يونيك سكين وايد حلو. المواد كلها يأخذونها من مزارع اللي بسبين، فالمادة تكون وايد زينة. شوفوا عليهم بإنستغرام وشوفوا كل التفاصيل. أنا اللي أحبه وايد في سيرم عندهم، في مادة اسمها شو اسمها أرجيرالين وشيء كذي، هذه مثبوتة علميا أن هي بديلة البوتوكس بالسيرم. راح أحط لكم الاسم عشان تسوون جوجل وتتأكدون أن كلامي صج. فحلو ان السيرم اللي كل يوم تحطينه على يور سكين في بوتوكس، طبعا ما راح يكون نفس البوتوكس اللي يعني فريز ايفريثينج، لا راح يكون انه يسوي ليفت وايد حلو. فهذا انا مستمره عليه ما اقطعه، وايد فظيع واساسي. زين، هذا غير عن الهايلورونيك اسيد وال شنو بعد فيه ستيم سيلز وشيء ثاني بلانت وايد زين حق البشرة. تخيلوا كلهم بهذا السيرم، السيرم وايد حلو، أول ما تحطونه تحسون وجهكم قاعد يشد، فهذا أحس لازم يكون أساسي عندكم. الشيء الثاني اللي عندهم، عندهم نفس السيرم في فيتامينز، كل الفيتامينز اللي يحتاجه وايد، فيتامين E، فيتامين A، I think كلهم وايد مهمين، خصوصا حق النظارة وحق التصبغات. هذا ثاني شيء وايد أحبه.